فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وينبغي لمن زرعها أن يقول: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. نسأل الله لنا ولكم العافية. جمع الشيخ هنا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول عند زيارة القبور، وإن كانت هذه لم ترد مجموعة لكن وردت متفرقة، لكن لا بأس من الجمع بينها، لأن هذا دعاء وليس في عبادة بعينها. نعم.